طقس العرب السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة بإذن الله، حيث يسود الطقس غالبا صافي 21 درجة مئوية، كحرارة الدنيا الرطوبة 73%، أما الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أنتقل الآن للتوقعات الجوية ليوم غد الخميس في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس مغبر 32 إلى 19، عرعر طقس مغبر 32 إلى 20، تبوك أيضا طقس مغبر 32 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية طقس مستقر في عموم المناطق، المدينة المنورة طقس مشمس 36 إلى 22، جدة 36 إلى 24، مكة المكرمة تلامس 40 درجة مئوية الحرارة العظمى، بينما الصغرى 26، الطائف 28 إلى 17. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، مطار أبها الدولي يتوقع أن يسجل بعض زخات الأمطار الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر، الباحة 25 إلى 17 مع تفرق لبعض الغيوم، أما جازان طقس غالبا صافي مع 34 إلى 29 درجة مئوية. بالانتقال للمنطقة الشرقية، نبدأ بحفر الباطن، طقس مشمس تلامس أيضا درجات الحرارة 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 25، الدمام 37 إلى 25، الإحساء 39 إلى 27. أما المنطقة الوسطى نبدأ بحائل، طقس نوعا ما مغبر مع رياح نشطة 33 إلى 20، بريدة 37 إلى 21، أما العاصمة الرياض طقس مشمس 38 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.